صحيح. إذن موسم من التدعيم القوي جدا المميز، أهم ما يتسم به صفقات أهلوية، أهلوية في معناها، أهلوية في تضحياتها، أهلوية في حرص هؤلاء اللاعبين على ارتداء الفانيلا الحمراء، في تضحياتهم، في تنازلهم على أرقام كبيرة جدا لنيل الشرف تمثيل الأهلي. الكلام ده بيضايق ناس؟ بيضايق ناس. هتلاقوا النغمة اللي كانت موجودة، الأهلي بخيل والأهلي مش عايز يصرف والأهلي ما عرفش إيه، دلوقتي الأهلي دفع منين؟ الأهلي جاب منين؟ وكلام كتير. برضو أنا مش فاهم إن وكلام ده كتير هنرد عليه بتفاصيل وبالفيديوهات المحرجة الحقيقة. يعني أنا مش شايف إن ده من حق حد، يعني ما حدش بيسأل أي نادي في مصر أنت عملت إيه في صفقاتك. صحيح، لكن على فكرة في صفقات في أندية منافسة اتكلفت أعلى من صفقة حسين الشحات. محدش بيجيب سيرتها غير لما كابتن إسماعيل الكلب، وهنسمعه بعظمة لسانه. لكن خلينا دلوقتي نستمتع وحضراتكم بانطباعات حمدي فتحي في أول يوم لبس فيه الفانيلا الحمراء ودخل النادي الأهلي، نشوفه قال إيه. من الصيف اللي فات وأنا متماسك إن أكون موجود في النادي الأهلي، والنهارده بصراحه اسعد يوم في حياتي وحلمي وحلم عيلتي من صغري، يعني الحمد لله. يعني والله المفاوضات بدات من الصيف اللي فات، فما حصلش نصيب انبي تمسك بوجودي في النادي، وانا كنت متمسك جدا برضو ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فالفتره اللي فاتت دي من 3 اسابيع وهم بيتكلموا مع النادي وانا بتكلم معاهم، كان في ضغط جامد ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، فالحمد لله ان ده الحلم يعني واتحقق يعني، والحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي النهارده. يعني انا بدات في دمنهور كنت صغير، يعني حتى لعبت درجه اولى سنتين بس، سنه ممتاز بيه وسنه السنه اللي كنت موجود دوري ممتاز، انتقلت الانبي فما حصلش نصيب ولعبت السنه دي، فالسنه دي انا مضيت على نفسي واصله امانه عشان اطلع العب، عشان اتكلمت معاهم هم كان كمان عايزين يقعدوني، فكابتن علاء عبد العال ما كانش عايزني السنه دي والنادي ما كانش عايز يمشيني، فانا قلت لهم لا انا لو قعدت السنه دي انا هبطل كوره، هتبطلوني كوره، فمضيت على نفسي واصله امانه ب 2 مليون جنيه عشان اروح العب سنه في بتروجيت، والحمد لله كنت موفق السنه دي بفضل ربنا طبعا والكابتن طلعت يوسف، وانا بشكره. يعني الموسم اللي فات كله كنت عامل موسم كويس جدا والحمد لله، يعني محطات صعبه يعني عشان اوصل للحلم اللي انا فيه يعني دلوقتي. بصراحه ابويا كلمته في التليفون وكان فرحان جدا، وامي كلمتها برضو بعديه على طول وقعدت تعيط، بصراحه فرحانه جدا. يعني انا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمرن مع دكتور التاهيل لوحدي، فعشان اكون موجود في النادي الاهلي بصراحه، يعني انا كنت مصمم ان انا اكون موجود يعني. فحصل مشاكل كتير ان هم اتكلموا معايا بصراحه، فجيت بعد كده كلمت الاستاذ زكريا بصراحه، يعني في 3 ايام الاستاذ زكريا لما كلمته الموضوع بصراحه خلص، نائب رئيس النادي مظبوط، فكلمته 3 ايام بالظبط والموضوع خلص. فبصراحه الكابتن رامي صبري له دور كبير قوي في وجودي هنا بصراحه. يعني كان في تليفون امبارح لرئيس النادي عندنا، والحمد لله يعني هو كلمه، والحمد لله ان الصفقه تمت على خير يعني الحمد لله. انا بصراحه اول ما دخلت حاسس ان انا حلم، يعني حلم والحمد لله اتحقق، فانا بصراحه اسعد يوم في حياتي النهارده بصراحه، وربنا يكرم ان شاء الله نكون على قلب رجل واحد الفترة اللي جاية، وربنا يكرم إن شاء الله وفي ماتش أفريقيا اللي جاي ده وناخد كل البطولات يعني في الفترة اللي جاية إن شاء الله. المنافسة طبعا قوية جدا، في أسماء كبار جدا من النادي الأهلي، فربنا يكرمني إن شاء الله، فعايزة جهد أكبر من الفترة اللي فاتت، وربنا يكرم إن شاء الله أكون على قد مسؤولية الجهاز الفني والنادي الأهلي والجمهور يعني إن شاء الله. انا سعيد ان انا موجود في وسطكم، وانا كنت بتمنى ان انا اكون موجود معاكم يعني الفتره اللي فاتت كلها. يعني تشعر بالكلام ده اللي انا بقوله بقى،
التلاتة لما اتكلموا الشباب محمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم حمدي فتحي، قول ياسر أكبر شوية وعنده خبرات أطول ففاهم يعني إيه النادي الأهلي، وخصوصا أنه من أيام المنصورة كلمني عليه الحاج إبراهيم جاهد وقال لي عدلي ما يعني خده، كان طالب بقى مليون في لاعب ناشئ بسرعة زمالي خده، وإحنا وقتها ما كناش محتاجين في الحتة دي. المهم فياسر طبعا نفس الشيء، لكن لما 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 تسمع الكلام ده تطمئن ان ده واحد جاي يناضل من اجل مكانه، يناضل قال لك لعيبه كبار وعايز مجهود اكبر من الفتره اللي فاتت. وخلي بالك لما تشوف حلمه يا استاذ ابراهيم انه راح بتروجيت بيقول لك مضيت على نفسي وصل امانه عشان انقل النقله اللي هي يعني خليته اطلق طاقات التحدي اللي جواه. فانا يعني متفائل بشخصيته، ربنا يسر بشخصياته. طيب انت قلت بقى الرك على السؤال، خليني اسالك سؤال ثاني. انت رقصت الناس كلها، فجاه الناس كلها بتتكلم ان في صعوبات في الصفقه، يكاد يكون البعض اجزم انه ممكن حمدي فتحي ما يجيش وانه هيكمل مع انبي، لكن اذ فجاه تعلن انه حمدي فتحي في الاهلي، ايه اللي حصل؟ هل انت كنت متعمد التمويهه دي؟ لا انا مش انا ما هو انا بص انا بنفذ سياسات. لكن انا من شهر وشويه قعدت اول قعده بناء على تكليفات كابتن الخطيب وطلبات الجهاز الفني، من يوم القعده دي حصل تطورات ما كانتش ايجابيه ضايقت شويه النادي الاهلي. تعليقات طلعت وارقام طلعت وضغوط طلعت وبعدين قلنا طب نشوف البدائل، يعني اذا كان هو ده الاتيتيود اللي هو ما تعودناهوش، لان انبي معانا بيمتاز معانا بعلاقات مميزه جدا جدا يعني الحقيقه يعني، انما مش عارف الموضوع ده خد كده شكل وبعدين بدا طب خلاص نشوف هم مش عايزين، وصلوا طلعوا بيان قالوا لا ما مش عايزين لعيبه ولا حد يختار لنا ولا ومش عايزين يعني يمشي، ويبدو ان الولد كان له دور بقى في انه يعني اترجاهم كتير وطلب منهم كتير، وانا يعني عايز اقول حلمي، لان فجاه لقيت الكابتن خطيب اول امس بيكلمني عدلي الموضوع في انفراجه وهم ما عندهمش مانع دلوقتي يتكلموا، وحتى هنستبعد اللعيبه اللي هم كانوا عايزين يختاروهم واحنا مختلفين معاهم في التدريبات مين اللي يروح، لانك انت في الاخر انت بعد الجهاز الفني بتاعك ما بيقول احتياجاته بيجي دور اللاعب اروح ولا ما اروحش، فما هيش بالسهوله ان واحد يقول لك اديني ده وده وده تقول له حاضر يعني. في رغبات مختلفه. فاول حاجه سهلت الخطوه الثانيه ان احنا خرجنا اللعيبه من المعادله، بس كلمت امير ورحنا، واحنا في التفاوض كانت صعبه مش سهله، ولكن لقيت روح مختلفه. انت قاعد مع نائب رئيس الشركه والمشرف على النادي او مدير مسؤول عن النادي الاستاذ زكريا السيد، راجل محترم جدا، صعب في التفاوض يعني برضه فاهم بيعمل ايه، و اخويا وابني غرابه ابن اللواء غرابه وعده مجلس اداره يعني، وكان معانا الاستاذ امين الصندوق الاستاذ اسماعيل، يعني كل واحد لعب دور لحد هي 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 هي. وبعدين امير عمل مكالمه مع اللاعب وانا عملت مكالمه واثنين مع الكابتن الخطيب وهم عملوا مكالمه مع رئيس مجلس اداره لحد ما وصلنا لنقط تلاقت. طيب شخصية حمدي فتحي شفتوها في كلامه، قال أنا كتبت على نفسي إيصال أمانة ب2 مليون عشان أروح ألعب عشان مش عايز أقعد سنة وإلا هضيع وهبعد. الروح دي والشخصية دي اللي فيها مؤشرات نجاح بإذن الله تبقى حاجة كبيرة. لكن كمان الكابتن محمد عمر من 4 سنين فاتوا اتكلم على حمدي فتحي ده، نشوف. نادي كبير زي نادي الزمالك وممكن يأدي بشكل كويس؟
هو يمكن اول نادي يا كابتن كريم اتكلم على حمدي هو النادي المصري. مصر كان عاوز يشتري حمدي بين في انتقالات يناير يعني. وحمدي الحقيقه لاعب ممتاز جدا مواليد 93 من الخمسه المقيدين في مواليد 93 في الفريق الاول، وفي المنتخب الاولمبي مع الكابتن حسام البدري. هو لاعب الحقيقه في كل المواصفات، لاعب نص الملعب المدافع او المهاجم يعني. ايوه قوه بنيانيه ما شاء الله، دفاعيا هجوميا اجاده اللعب الضربات الراس. هو لاعب الحقيقه كامل ويستحق تماما الانضمام لاي نادي سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او غيره يعني. يعني لعيب كويس ويقدر يأدي في اي نادي كبير. يعني هو لعيب مخلص في الملعب وراجل الحقيقه في الملعب رغم صغر سنه، لكن الحقيقه امكانياته عاليه جدا. واعتقد يعني هو حوالي 21 سنه، فقدامه المجال ان طبعا يطور من مستواه اذا كان في اهلي او في زمالك او اي نادي كبير. اعتقد مستواه هيزيد بشكل اكبر لصغر سنه، وعنده قابليه الحقيقه لانه يطور من مستواه يعني. فاعتقد انه مكسب لاي نادي ان شاء الله يروح. ده كلام الكابتن محمد عمر الراجل المحترم الحقيقه، لما الكابتن كريم حسن شحاته كان مهتم يساله، لانه وقتها كان الزمالك مهتم بحمدي فتحي وعايز يضمه. وبالمناسبه كان في الجيل بتاع المنتخب الاولمبي اللي كان مع كابتن حسام البدري، فكان مواليد 94 مش 93، يمكن الرقم تداخل مع الكابتن عمر. لكن شوفوا كلامه على مواصفات اللاعب من وقتها عامله ازاي. عنده قدرات عاليه جدا، بيلعب بروح عاليه جدا، لعيب مقاتل في الملعب، لعيب عنده شخصيه، قابل يقدر يلعب، قابل للتطور. ايوه يقدر يلعب في اي فريق كبير. فالكلام ده نتمنى هذا يعني. هو واضح انه تطور. الكلام ده من 4 سنين. اذا ده حمدي فتحي بصفقه. قفل الباب كده بالنسبه لنا. لا احتياجات الجهاز الفني خلاص، الباقي ده بقى يعني دراسات للتجويد. اذا في حاجه نجود بيها والحسابات المستقبل. احنا مكملين كمسؤولين عن انما احتياجات الجهاز الفني اكتملت. خلاص اكتملت. طيب بعد اكتمال احتياجات الجهاز الفني وبعد عقد النادي الاهلي صفقاته السبعه، نشوف راي الاستاذ حسن المستكاوي في اون سبورت كيف يرى تدعيمات الاهلي الشتويه. الاهلي جاب لعيبه كويسه جدا. صفقاته انا شايفها كويسه قوي طبعا. تعمل فرق كبير في الدور الثاني يعني، وتحديدا يعني طبعا لا كلهم كويسين يعني. رمضان ومحمد محمود ووحيد وجيرالدو وحسين الشحات طبعا وياسر، ولسه في صفقه او اثنين في المطبخ يعني. لكن دي صفقات مهمه جدا جدا. وكلهم تقريبا انا شفتهم كويس. يعني انا تابعت حسين الشحات مش في المقاصه بس، وهو بيلعب في العين في الامارات. لعيب مهم جدا كان للعين، وكان هو البديل الحقيقي لعموري بعد ما عموري راح للهلال. بس الحقيقه في فرق ما بين طريقه اداء حسين الشحات وطريقه اداء عمور. حسين الشحات بيجري كتير في الملعب، مساحات الجري عنده عاليه جدا، مدرسه بركات شويه الناس شويه بس شويه، وبيخش جوه كتير وبيخش الصندوق كتير وهكذا. عموري كان بياخد ويستلم ويودي يعني. قصه مختلفه شويه يعني. حسين لا، حسين بيعمل اكتر من كده. بعدين سريع وعنده السرعه، ودي حاجه مهمه جدا. جيرالدو شفته برضو كويس، سريع جدا، رائع سريع. وبعدين انا يعني الماتش اللي لعبه الاخير ده سريع، وبعدين ما بي يعني ما بي في لعيبه بتجري وهي رايحه تروح فاتحه على الخط عشان خايف يروح للجون. ده هو لا، هو عايز يروح للجون بالظبط، يعني بيكسر على الجون وياخد المدافع في ظهره. دي حاجه مهمه جدا في المهاجم. الصفقات مهمه بتاعت الاهلي لانها فيها كلهم اصحاب مهارات. والاهلي تاني بقول مش كفايه انك انت تبقى عندك لعيبه مجتهده، لعيبه كويسه، لا مش كفايه. لازم يبقى عندك لعيبه طموحها بطوله افريقيا، كاس العالم للانديه، عندها هذه القوه وهذه السرعه، تتحمل الضغوط ويعني تتحمل الضغوط يعني. فهذه الصفقات كانت مهمه جدا بالنسبه للاهلي، وكانت ضروريه بالنسبه للاهلي. ما قاله الاستاذ حسن مستكاوي بيفهمك ان كانت الصفقات بدراسه دقيقه جدا وتلبي احتياجات
خاصة جدا وفيها سمات تخلي الفريق وهو يؤدي بقوة يؤدي بمتعة. أيوة. ودي تبتدي تسترد بيها شخصية الأهلي. أيوة.